20 فبراير هي لحظة كان فيها يعني حراك ديمقراطي كان يتوخى منه المغاربة التغيير والحلم والكرامة ومجموعة ديال القيم ومجموعة ديال الأشياء اللي ممكن تحدث في المؤسسات المغربية. ومن بعد حكومتين الآن من 2011 إلى الآن أعتقد بأن المغاربة ما زالوا يطمحون، في حين أنه 2011 أعطتنا دستور وبصلاحيات كبيرة لرئيس حكومة والحكومة، وأعتقد بأن المغاربة من بعد المرور هاد الولايتين ما زالوا ينتظرون الكثير من بعد حراك 2011. 20 فبراير كنت باقي صغير انايا، كنت جات 20 فبراير كنقرا الكاطريام ديك الساعات، وجيت هبطت انا والدراري لهنايا للشارع، شفنا الناس تحتجوا على الحقوق ديالهم وشحال من حاجه، وكلاو العصا على الحقوق ديالهم. هذه شي حاجه طبيعيه كنشوفوها حنا ديما، اللي تيضر على حقه تياكل العصا. وبلي 11 فبراير 20 فبراير ما شكلاش شي حاجه، تبدلوا شي حوايج من جهه الدستور وشحال من حاجه، مي دابا بان لي خاصها قديمة الدار باش ديما نشوفوا شويه ديال التغيير. الحركه ديال 20 فبراير اللي كنعرفها المغرب سنه 2011 هي واحد الحركه مهمه اللي كانوا فيها بزاف ديال المطالب اللي طالب بها الشعب المغربي، وانطلاقا من هذيك الحركه كان تغيير في الدستور المغربي اللي كان نيت في نفس سنه 2011. وهذه الحركه هذه يعني واحد التاريخ اللي وقع في المغرب، وحتى شي مغربي ما يقدر ينسى التاريخ ديال 20 فيفري ولا 20 فبراير. تما ذكرى تخصنا نوضوا، لان ما كانتش هذيك هي اللي كتفيق المواطن اللي فعل الخير وللقدوم الى الامام، هي هذيك الذكرى، لان ما عندنا حتى شي امل حنا من غير هذيك الذكرى، هذاك هي وهذاك هو الامل ديال المغاربه. نورمالمون هي الذكرى ديال 20 فبراير كانت واحد الحركه يعني ديال جديده ديال التغيير، وكنظن ان من وراء 20 فبراير لحد الان كاين كلمسنا واحد شويه ديال التغيير، خصوصا من بعد التغيير اللي جا ديال التغيير ديال الدستور الملكي، ويعني بزاف ديال الحوايج حسينا بان كاين واحد شويه ديال شونجمون، يعني ان حتى الشعب شويه بدا كيوعى باللي ليه واللي عليه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.